لفت انتباهي امبارح وانا بتفرج النهارده الصبح يعني على الفيديو من حلقه احمد موسى امبارح، انه بدا يبقى فيه هاشتاج في معظم القنوات المصريه التابعه للنظام عن قمه المناخ 27 في مصر. خلاص بدا الترويج دلوقتي، احنا على مسافه شهر تقريبا. قمه المناخ طبعا هتنعقد في شرم الشيخ من 6 نوفمبر ل 18 نوفمبر القادم. النظام المصري بيحاول ان هو يعني يسوق لنفسه بشكل كبير قوي في القمة دي، وهناك أنباء النهاردة الصبح أنه حتى كمان أجل المؤتمر الاقتصادي اللي كان يتعمل في آخر الشهر ده في سبتمبر أجله لنهاية شهر أكتوبر الماضي، يبقوا يعني قريب من قمة المناخ شوية وتبقى لقطتين ورا بعض لعب فتاح السيسي بشكل أو بآخر. هل الأمر ليه علاقة أنه مستني قرض صندوق النقد؟ الله أعلم، يمكن. لكن في قمة المناخ في الإعلام المصري اللي بيحط الهاشتاج بتاع قمة المناخ في ناس تانية بتشتغل على انتهاكات حقوق الإنسان الحقيقة وعلاقتها بتنظيم مصر لقمة المناخ. حركة حقوق الإنسان المصرية أصدرت بالأمس عريضة للتنديد بمؤتمر أو بقمة المناخ 27 اللي هتنعقد في شرم الشيخ في بداية الشهر المقبل أو بعد المقبل شهر نوفمبر، ويتكلموا عن مخاوف حقيقية لفشل قمة المناخ بسبب واقع حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر، وطلبوا السلطات المصرية أن هم يرفعوا جميع العوائق اللي بتهدد حرية وحقوق المجتمعات المدنية، الأفراد، حق الحرية والتعبير. وقالت كمان أنه لا يمكن أن قمة المناخ دي تنجح من غير فضاء حر تماما ومشاركة حقيقية من المجتمع المدني والنشطاء. أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة، أنا حضرت قمة المناخ السنة اللي فاتت في جلاسكو في اسكتلندا هنا في بريطانيا، كانت السنة اللي فاتت. والحقيقة المظاهرات بتاعت قمة المناخ هي مختلفة شوي. يعني سامح شكري لما قالك احنا هنسمح لهم بالمظاهرات هو مش واخد باله، سواء سمحت او ما سمحتش، سواء حددت مكان او ما حددتش، الناس دول بيعرفوا يتظاهروا. الناس دول منظمين جدا وجايين من دول مختلفة، ويعني القصة بتاعت نشطاء المناخ دول حاجة كده تنظيم كبير جدا جدا مترامي الأطراف ودولي وموجود في كل الدول. أنا دلوقتي لو عايز بكرة أستضيف حد من نشطاء المناخ ففي ويب سايت، بدخل على الويب سايت ده بيطلع لي الناس المتحدثين باسم الحملات بتاعتهم في كل الدول. فلو أنا في بريطانيا بدخل بلاقي إيميل أو تليفون بتصل ببعت عايز مداخلة عايز كذا، فالناس موجودين ومنتشرين. اللي بيحصل ايه في قمة المناخ؟ ان كلهم بيروحوا المكان اللي فيه القمة وكلهم بيبدأوا يتظاهروا. فالنظام المصري على يعني مشارف، مش عايز اقول كارثة، بس هيبقى في مشاكل كتير للنظام المصري على فكرة موجودة بالتزامن مع قمة المناخ، لانه عدد المتظاهرين الاجانب، ما بتكلمش هنا عن دعوات تظاهر مصرية، لا بكلمك على النشطاء المناخ بس اللي جايين يتكلموا عن التغير المناخي بس، اللي جايين يتظاهروا في دولة العاصمة بتاعتها من أسوأ أو من أكثر عواصم ومدن العالم تلوثا. أنا بتكلم على نقطة محددة، الناس دول مظاهراتهم وحشة قوي، مش وحشة أن فيها فوضى، لا مظاهراتهم منظمة جدا عددها كبير جدا، والنظام المصري مش هيستحملها، يعني صبره هينفد عليها، وأنا متوقع أنه هيتغابى. يعني هيكون في غشومية في التعامل مع المظاهرات دي، وهتبقى فضيحة بدل ما هي قمة السيسي عايز ياخد بيها لقطة، هتبقى فضيحة يعني منيلة بستين نيلة لهذا النظام. خلينا نشوف كده في الفيديو اللي جاي ده تفاصيل أكتر عن البيان المشترك اللي أصدرته مجموعة من المؤسسات والمنظمات الحقوقية بالأمس عن قمة المناخ 20 في مصر.